رحت العراق، احب جدا اروح البلاد العربيه بالمسرح. انا بيجي لي دعوات كتير للدوله العربيه من غير مسرح، انا احب اروح بالمسرح. فنزلت من الطياره في الصف مستني، فلقيت واحد قال لي ما بيصير يا سيد عادل، ما بيصير. وانا عمال قلت له ايه، واحد مصور انا فاكر بيقول لي يعني ليه ما جاتش من زمان يعني. كان ايام صدام حسين. اتاري ايه بقى الكابل اللي لبسهولي عادل مساعد بتاعي عليه العلم الامريكي داخل كده، فلقيت ايه في كوفي شوب او حاجه، في ناس بيحيوني، فببص في الازاز لقيت رحت العامل قلبه. المهم انا قبل ما اروح قلت لهم بقول لكم يا اولاد احنا رايحين دوله بوليسيه، فخلي بالكم بلاش كلام فارغ، ما تقعدوش تهزروا. انت عارف المصريين دول اصلهم ما يسيبوش حد في حاله. الانتقاد عندهم يعني الحقيقه، ودي شعب في حركه والله. قلت لهم فخلي بالكم. قال له حاضر، خلي السرحان بقى وتامر عبد المنعم والشبان دول. ابص الاقي بقى ايه وهم قاعدين لك يا سلام على الرئيس صدام حسين، يا سلام، ده حاجه جميله وحاجه عظيمه.